طمأنت وزارة الصحة العراقيين من خلو البلاد من سلالة دلتا الهندية حتى الآن، بينما تعمل على تسريع إنجاز مختبرات كشف سلالات كورونا في مدينة الطب. وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي أن هذه السلالة سريعة الانتشار وتسبب إصابات كثيرة، وأن البلاد لم تمر بمرحلة كهذا، مشيرا إلى أنه بحسب البحوث الجارية فأن جميع اللقاحات تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السلالات، وأخذ جرعتين من اللقاح يوفر حماية قوية ضدها وقادرة على تقليل مخاطرها.